السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن المغني الجزائري سول كينغ. الاسم الحقيقي لسول كينغ هو عبد الرؤوف دراجي. انا اعرف كلكم اتى في اذهانكم هذا الشخص، هل هو قريبه، هل هو ابن عمه، الله اعلم. من لديه الاجابة فليجيبنا في التعليقات. اوكي. سول كينغ او عبد الرؤوف دراجي هو من مواليد 1989، وولد سول كينغ في نواحي الجزائر العاصمة وبالتحديد الحراش، ولكن سول كينغ كبر وترعرع في مدينة سطوالي. وقبل أن يبدأ سول كينغ مسيرته في الغناء كان يمارس الرقص أو بما يسمى بريك دانس. وكما نعرف أن البريك دانس والراب هما من ثقافة الهيب هوب أو ستريت آرت، يعني فن الشارع. كانت بداية سول كينغ مع فرقة أفريكا جينجل، وهذه الفرقة كانت مكونة من 5 أعضاء، منهم أسيدي كينغ، جامشو، نازدوس، وسول كينغ وسليم جينغ. وأول فيديو كليب لسول كينغ وفرقته أفريكا جينجل كان بعنوان هيب هوب زيري. هوب الجيريا ماشي ماريكان، اوريجين من البلاد وشوف الاولاد وشايد كي وروح وشوف اللي فوير راهو يدور. وفرقة افريكا جينجل كانت تصنع الحدث في كل مكان وزمن في الهيب هوب الجزائري، حيث اصدرت فرقة افريكا جينجل اول البوم لها بعنوان شد روحك، الذي لقي اقبال كبير عند الجمهور ونجاح كبير، و11 الف نسخة بيعت من هذا الالبوم. وتاني البوم كان لفرقة افريكا جينجل بعنوان اكليبس. الاسم الفني لعبد الرؤوف دراجي في الاول لم يكن سول كينغ بل كان امسي سول، وغير اسمه من امسي سول الى سول كينغ بعد الذهاب الى فرنسا لبداية مشوار جديد. ولكن ماذا يعني اسم سول كينغ؟ سول كينغ هو اسم مستوحاة من شخصية كرتونية، وهذه الشخصية موجودة في سلسلة وان بيس، اكيد كل متابعين الانمي يعرفون هذه المعلومة. وبعد الذهاب سول كينغ الى فرنسا اطلق العديد من الاغاني، ولكن تلك الاغاني لم تكن ناجحة بشكل الكبير حتى يأتي وقت الحسم وتأتي اغنية غيريا. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla parce que je t'aimerai pour toujours mon Algérie. Ne pas la vie parce qu'on n'a pas la guérilla. Dans nos têtes c'est toujours la guérilla. وهذه الأغنية هي التي غيرت مسار سول كينغ وأصبح معروف ومشهور في كل أرجاء العالم، وحققت أغنية غيريا أرباح كبيرة لسول كينغ ومشاهدات خيالية، الأولى من نوعها على سكاي روك. ولا ننسى أن هذه الأغنية لم تكن كليب، كانت فقط على شكل فريستايل. تخيل معي عزيزي لو كانت هذه الأغنية على شكل كليب، ماذا كانت سوف تحقق؟ وكانت هذه مجرد بداية لسول كينغ في مشواره في فرنسا. والشيء الجميل أن سول كينغ عرف كيف يستغل هذه الشهرة وينتج على العديد من الأعمال التي كانت ناجحة، ومن أبرز هذه الأعمال أغنية داليدا. وأغنية ميلانو. وبكل هذه الأعمال والأغاني لسول كينغ أصبح اسم سول كينغ اسم بارزا في فرنسا وفي شمال إفريقيا وحتى في العالم. وأيضا أصدر سول كينغ في فرنسا ألبوم بعنوان فخوي دو ديمو، يعني بالعربية فاكهة الشيطان، حتى هذا العنوان مستوحاة من سلسلة وان بيس. وهذا الألبوم بعنوان فخوي دو ديمو حقق نجاحات ومبيعات رهيبة في فرنسا وفي كل العالم. ومن أبرز الأغاني في ألبوم سول كينغ هي أغنية أميرة التي كانت بين سول كينغ والشاب خالد. ومن منكم يريد حلقة عن شاب خالد؟ اتركها في التعليق. وأبرز الأغاني مؤخرا لسول كينغ هي أغنية لا ليبرتي. وأتت أغنية لا ليبرتي بمناسبة الحراك الذي في الجزائر، وبهذه المناسبة نقول يتنحى وقع وتحيا الجزائر. صراحة أنا كشاب جزائري فخور جدا بمسار سول كينغ، لأن سول كينغ لم يطلب المساعدة من أحد ولم ينتظر المساعدة من أحد. ومن هذا المنبر أقول للجميع لا تنتظر مساعدة من أحد، أعمل بجد فقط. وأخيرا الحدث الكبير كان ينتظره كل جمهور سول كينغ في الجزائر، عودة سول كينغ إلى الجزائر وإقامة حفله الأول في الجزائر ب 22 أوت في ملعب 20 أوت.
حبيبي يا مو Alger belge et brûle s'il vous plaît pour ce drapeau. Je brûle. Merci beaucoup Alger. Let's get it. Let's get it. Oh. Alger et Miyamou. صراحة هذا كان حدث كبير ومفرح لكل الجماهير الجزائرية وكل الشعب الجزائري كذلك. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا نشر هذا الفيديو والدعم باللايك، واتركوا لنا تعليقاتكم وانتقاداتكم في هذا الفيديو. السلام عليكم.